قدر النعمة من قبل الزوال فلنا في من مضى خير مثال. قدر النعمة من قبل الزوال فلنا في من مضى خير مثال. إن من يكفر بالنعمة حتما سوف لن يلقى سوى سوء المآل. وصل الأرحم فالأرحم فيها أمر ربي ولنصل في أي حال. إن من يقطع ما يأمر ربي وصله فاللعن قد حل الرحال. وتناسوا ما بدا من سوء قول من أخ أو من قريب قد أمال. وارحموا من حولكم ممن توارى خجلا من فقره بين العيال. واعملوا الخير أعينوا واستعينوا بإله الكون ربي ذي الجلال. واحذروا الأوقات من أن تهدروها فهي عمر المرء والوقت زوال. واكسبوا أرزقكم من خير كسب ثم فلتستعملوها في الحلال. وامنعوا الظلم إذا كنتم شهودا ومروا بالخير من عالي الخصال. وصلاة الفرض للمرء وجوب وصلاة النفل من خير المنال. وصلاة الليل من وفق فيها فبها المؤمن يحيا في الظلال. ومن البر دعاء العبد دوما لأب قد مات أو عم وخال. ولأم قد قضت صارت بقبر إذ رجت من دعوة لابن تطال. إنما الأبرر من بر أباهم أمهم والبر يأتي من عيال. ودعاء المرء للمرء غيابا مستجاب وله المثل نوال. وابتسام المرء في وجه أخيه فيه أجر ثابت في كل حال. رحمة المرء لمن يلقى صغيرا مع توقير لمن شاب وعال. سمة يتسم المسلم فيها مظهر يرفع للحب مجال. أد حق الناس من دين وسدد ما لمن يرعاك أبعد من خبال. ولتعلم أن ما الدنيا عبور فاكتسب منها جميلات الخلال. ولسان المرء مكتوب عليه كل لفظ فلنحاذر من وبال. ولنجمل قولنا بالذكر دوما ولنعطره بتسبيح يقال. واحسموا من أمركم في كل حزم لا تكونوا مثلها أم رئال. لا تكونوا مثلها أم رئال. لا تكونوا مثلها أم رئال. قناة محمد المدعث.